سيحيها سفير كوفدي صومالي دالك إيران عمر عرب إبراهيم أو سوغاري مقالة مقدشو أيا شرجرة إتكو قطي قرون كديارتها عالم مقاية آدان عدة وحونا سفير كوكور بحيي هولها الشقائي وحلقاني أويمي دالك إساقو تلمامي إن جوغل ديك أوي هاي وفد رير إيران أو لفلايو إني دوان دالك صومالي سوغاران ونا إيمانا يسيدي لو صونولين لها حريرك جناعسي صومالي إيران سعود كيغو حقو مهمسن إن أنا وذا تشل السميو مدح الدولة دينا إيو إن أنا أسمينا جوجل دع وفتي بلارن أو كسر الدولة إيران أو إيمانية بيش أسوس عطاء دولة إيران إن وحيهين وجن عصته سومالية جن عصته إيرانية أو ربعين إلى كل ما جن عصته سومالية أنا كسميان إن أرهمو كسابسون إن جن تجارة لبدا ودن أرهم ساقو ممسن والله سامنتا جن عصيقة وحجرته مدة بدن بقى حجري إن لبضة وضن أي سويدار سنجرين جنعسي أو حرة أو شعوب لبضة وضن أما تجارة الصومال ذو أيك جنعسي سنجرين مركا جنعسي هذا ميل في عن بومريا أدي أد نو وكدقاقي سيهايها سفير كسفارة الصومالية دلك إيران عمر عرب إبراهيم وأي صحافة سؤال كوي الدين حالة الشق السفارة أي صومالية كل هذا هي دلك إيران أي شيء إن سفارة أي كشق أي سوء إسكحر كاللبادة دل حاطن أي ميل في عن مر أي سوء هولها أي لبادة دل إسلاف سنيان والله سفارة وحي كشق أي سفارة هكذا شغل أي هي نقل مدلم دون بها إيسا وحيابها أديق أي سفارة وقبتان ee qabta safarada adii aad shaqo badan leh waxa qabta shaqada ma taqana xaga waxbarashada xaga isku xirka cilaaqaad kala badoodan waxaaba soo dhiman qabana alxamdulillah mal fiican oo aan ka gaarnay iyo guulo badan oo aan ka keenay guulaha soo ay ka mid tahay booqashadii ugu dambeysay oo ku yimiday gudoomiyaha baarlamaanka oo ku yimiday dalka Iran عمر عرب إبراهيم سيايا سفير كصومالي وفدي دلك إيران مروح لجوي دي جالية الصومالي ذا دلك إيران كنول وحاول شيء إن إيران تاي دلك وجريهين جالية ذا الصومالية سيدا كلنا أي حل يعني وحكبرتان أرضي إلا صدنا أرضية إن والله جالية الصومالي ذو ماها جالية أذ بدن وحويا جالية إن وحلقطريا ما لها أي وجريهين صومالي ذو الحلقطريا وحنتشوجا عدد oo lagu qiyaaso ila 25 qof iyo Soomaali wadan ka dhan jooga marka waxa lagu tiriya meelay Soomaalidu ugu yaryihiin baa lagu tiriya Iran xagga waxbarashada waxa jira arday timiday oo ka barata Iran ila 30 arday ku dhawaad oo joogan hadan ka bartaan waxaana bartaan qaybaha kala gidsan sida engineering-ka caafimaadka iyo dhammaan takhasusada kordhan imaanshaah siyaasiyaha safiirka safaaradda ay Soomaaliya ku leedahay dalka Iran ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan ay dalkaasi Iran tageen wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ayna kala soo hadleen madaxda dalkaasi Iran sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Iran Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Muqdisho